كمان كان لينا حوار مع الاستاذ اليزيد الساعدي رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي لكره اليد. تعالوا نشوفه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الحال قبل ما يكون فخر المغرب هو فخر جميع الدول الافريقيه والعربيه، والعمل اللي كيقوم به رئيس الاتحاد المغربي فوزي القجاع جاب النتائج ديالو، بالتالي هذه انطلاقه للعالميه، وانتظروا المغرب في كره القدم الرجوع ديالو بقوه للحضيره الدوليه والافريقيه. وانا مسرور كباقي العرب وكباقي الافارقه. صحيح انه امس كان انهزام ديال المنتخب الوطني، ولكن هذا كان راجع بالاساس للاصابات اللي كانت عند اللاعبين، وكنظن ان المنتخب كان في المستوى تطلعات الشعب المغربي والعربي والافريقي عامه. وبطبيعة الحال مش هذه ماشي اول مره الاهلي ينظم، دي ثاني مره نيجي لحديره المقر نادي الاهلي. طبيعة الحال هذه مهمة، هذه البطولة مهمة بشكل كبير عند الاتحاد الافريقي، لأنه كتجيب بالاحتفال بمناسبة الخمسين لتأسيس الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي كان حريص أنه يسند هذه البطولة النادي في حجم كبير اللي يمكن يساعده على إنجاح هذه الاحتفالية. والأهلي ليس بغريب عليها جميع النجاحات في جميع الرياضات، والكلمة كانت شافية ديال الدكتور منصور أريمو، ولا حتى رئيس نادي الأهلي الخطيب، ولا حتى رئيس الاتحاد، الكل أجمع أنه غتكون احتفالية في مستوى الاتحاد القاري إن شاء الله. هو صحيح أنه النادي الأهلي متشبت أنه تكون البطولة داخل النادي، وبطبيعة الحال قمنا بزيارة ديال الصلاة الاثنين، وعطينا موافقة مبدئية على الصلاة بجوج في انتظار بعض الإصلاحات الطفيفة إن شاء الله اللي غتكون. ولكن الكل في أعضاء اللجنة اللي جات لزيارة التفقدية أجمع أنه الأهلي غادي يكون في مستوى الحدث إن شاء الله، والملاعب تاع نادي الأهلي كبيرة على مثل هذه الأحداث. كنظن أنه غتنجح في التنظيم وغتنجح في استقبال العشرين فريق اللي غادي يحضروا لمصر من اجل نيل البطوله والكاس ان شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا تعليق الناس على البطوله دي، وتعليق النادي الاهلي هيكون بالرد، او كلمه النادي الاهلي هيقولها بتنظيم البطوله دي زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي دايما طبعا.